في جهات كده بيبقى ليها احترامها وليها هيبتها، زي ما كابتن الخطيب قال في بيانه القيادات الأمنية. فكلها أمور الكابتن الخطيب بيضع الكل أمام مسؤولياته، بيضع الكل أمام مسؤولياته، لأنه الفترة القادمة احنا مش محتاجين حاجة يا جماعة، احنا محتاجين ان احنا حد يكسبنا في الملعب بس، مش عايز حد يكسبني بره الملعب. ده احنا قادرين ان احنا كل شوية نطلع نقول حاجة تخلي زي ما قلت لحضراتكم تخلي الكيد سهل. يعني اللي انا عايز اوصل له ان الكيد سهل، ان انا اقدر اطلع اقول كلام كتير جدا يكيد ويعمل وكذا وكذا، لكن انا مش هعمل كده. خلي اللي انت حضرتك عايز تعمل كده كمل في اللي انت بتعمله، ولكن صدقني انا مش هرد عليك. انا هنا النادي الاهلي، النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي ومن خلال ملعب الاهلي، انا مش هرد عليك. قول اللي انت عايزه واعمل اللي انت عايزه، ولكن للاسف الشديد ان الناس دي لعبت كوره. الكرة اتعلمنا منها كتير، وتعلمنا منها احترام الجميع. فليه ما نبقاش كلنا محترمين مع بعض؟ ليه ما تبقاش الدنيا ماشية كويس خلال 40 45 يوم اللي جايين، تبقى بداية جيدة لعودة الجمهور خلال الفترة اللي بعدها ان شاء الله؟ ليه دايما عايزين تعلوا الموضوع؟ ليه دايما عايزين تخلوا الموضوع يبقى دايما جواه نار؟ الموضوع ابسط